صباح الخير مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والواجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وكمان في النهاردة فرص لأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري وفرص لأمطار خفيفة للمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا عن حالة الطقس النهاردة. اليوم طبعا بنشهد استمرار الأجواء الخريفية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار. العظمى هترتفع وتوصل ل 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. بنتأثر أيضا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، لكن إحساسنا بالطقس هيكون طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية وأيضا شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل هنبدأ نحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، يمكن درجات الحرارة فترات الليل انخفضت بشكل ملحوظ والأجواء بقت أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. الصغرى بتوصل ل 16 درجة مئوية خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى. بالإضافة كمان مع وجود المنخفض الجوي وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، اليوم هيكون في فرص سقوط الأمطار، ويمكن بدأت بالفعل على الضبعة والأسكندرية، أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على شمال الوجه البحري وعلى سواحلنا الشمالية الغربية، طبعا زي مطروح والأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية. أيضا الأمطار هتمتد خفيفة لسواحلنا الشمالية الشرقية، صحراء مطروح، بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد زي حلايب وشلاتين. الأمطار الخفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. بالإضافة كمان فترات المساء هنحس بنشاط للرياح، هيساعدنا خلال فترات المساء وفترات الليل على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. إن شاء الله من غدا هنبدأ نلاحظ انخفاض في درجات الحرارة فترات النهار، متوقع تنخفض درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات. تدريجيا هنوصل مع نهايات هذا الأسبوع عظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترات النهار. أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 26 والصغرى 17، العاصمة الإدارية 26-17، اسكندرية 25-16، العالمين الجديدة 24-17، مطروح 24-16، دمياط 25-18، بورسعيد 25-17، الإسماعيلية 27-14. السويس العظمى فيها 26 والصغرى 15، العريش 25-17، كاترين 19-10، طابة 24-19، حلايب 25-21، شلاتين 28-21، شرم الشيخ 28-20، والغردقة 29-19. الفيوم العظمى فيها 26 والصغرى 15، بني سويف 26-14، الوادي الجديد 28-12، أسيوط 27-13، سوهاج 28-13، قنا 29-13، الأقصر 29-14، وأخيرا أسوان العظمى 31 والصغرى 17. كده بعد ما خلصنا يعني أخبار الطقس النهاردة ودرجات الحرارة المتوقعة، نرجع تاني لجمانة وأحمد نتابع معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا لميا، شكرا جزيلا.